سبيرم كاباسيتيشن، او بقول عليها سبيرم ماتيوريشن، سبيرم كاباسيتيشن او سبيرم ماتيوريشن. زي ما احنا متعودين دايما ببدا بديفينيشن للحاجه اللي انا عايز اتكلم عنها. فلما اجي اتكلم على سبيرم كاباسيتيشن او سبيرم ماتيوريشن بقول ايه؟ It refers to the physiological changes that spermatozoa must undergo in order to have the ability to penetrate and fertilize an ovum. احنا عارفين ان عملية السبرماتوجينيسيس بيتم في التستيس، بعد كده السبيرمز بتنتقل للإبيديدمس ويحصل لها ستورج، ثم مع الإيجاكيليشن بيحصل لها ترانسميشن في الميل جينيتال تراكت لحد ما يحصل الإيجاكيليشن. طيب هل السبيرم اللي طالع من التست ده ماتيور انف علشان يعمل فيرتلايزيشن؟ لا، محتاج عملية ماتيوريشن علشان يبقى جاهز لانه يبنتريت وفيرتلايز الاوفم. يبقى سبيرم كاباسيتيشن فيه تغيرات طبيعية بتحصل في السبيرمز علشان تبقى جاهزة انها تو بنتريت اند فيرتلايز ان اوفم. طيب عملية السبيرم ماتيوريشن او السبيرم كاباسيتيشن دي بتتم فين؟ بتبدأ في الابيديدمس وتكتمل فين؟ في الفيميل ريبرودكتيف تراك. المين سايت للسبيرم ماتيوريشن او سبيرم كاباسيتيشن بيبقى في الفيميل ريبرودكتيف تراك، بالذات في الجزء الضيق من الفالوبيان تيوب اللي هو الاسمس اوف ذا فالوبيان تيوب. يبقى السايت اوف سبيرم كاباسيتيشن ات ستارتس ان ذا ابيديدمس and occurs mainly in female reproductive tract after ejaculation. mainly فين بقى؟ في female reproductive tract، في الماري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب اللي بقول عليه الاذنس. طيب يبقى انا عرفت definition وعرفت السايت اوف سبيرم كاباسيتيشن او ماتيوريشن. طب الميكانيزم بيتم ازاي؟ في هرول للابيديدمس، انا قلت عمليه الماتيوريشن بتتم بدايه في الابيديدمس ثم تكتمل في الفيميل ريبرودكتيف تراكت. رول اوف ابيديدمس ان سبيرم كاباسيتيشن اور سبيرم ماتيوريشن. سبيرماتوزوا ليفنج ذا تيستيس ار نوت فولي موبايل، زي ما قلنا. They continue their maturation and acquire motility during their passages through the epididymis. يبقى في الابيديدمس بتبدا عمليه الماتيوريشن او الكاباسيتيشن اوف سبيرم، وتبدا السبيرمز اكواير لايه؟ للموتيليتي او الموبيليتي، انها تبدا تتحرك. طيب الابيديدمس بيعمل ايه؟ الابيديدمس absorbs most of the fluid and concentrates sperms. احنا عارفين ان السمين عباره عن حاجتين اساسيتين، سبيرمز وسيمينال فلو. الابيديدمس بيعمل absorption للموست اوف فلويد، فبالتالي هيبقى السبيرم ده يبقى كونسنتريت. دي الخطوه الاولانيه. اما الواحد يمشي في طريق ناشف غير ما يمشي في طريق مبلول، غير ما يمشي في الميه، هتبقى في مقاومه لما يكون الفلويد كتير، هيبقى السبيرم نوت كونسنتريتد وهتبقى الموبيليتي بتاعتها ايه؟ قليله، هيبقى في صعوبه. لكن لما يبقى الفلويد كميته قليله هيبقى سهل انها تتحرك، هيبقى السبيرم كونسنتريتد. الخطوة الثانية the ability to move forward اللي هي progressive motility which is acquired in the epididymis بتتم عن طريق ايه؟ involves activation of ionic set of proteins from the cat sperm family which are localized in the principal piece of the sperm tail. قال خلي بالك، انا عندي السبيرم الماتيور سبيرم بيبقى عبارة عن ايه؟ head، تلاقي فيه نيوكلاس واكروزوم، عامل اكروزومال كده اهو، وعندنا الميدل بيس اللي فيها الميتوكوندريا، وعندنا التيل في برنسبال بيس وفي الاند بيس اهو. بلاقي في البرنسبال بارت اوف ذا تيل سبيرم تيل، هلاقي فيه سبيشال سيت اوف بروتين بقول عليه كات سبير فاميلي. دي مهم جدا علشان الفلاجيلر موفمنت اوف ذا ايه؟ سبيرم تيل. الابيديدمس بيبدا يعمل اكتيفيشن لهذا البروتين سيستم
علشان يعمل استيميليشن للموبيليتي اور الموتيليتي اوف سبيرم، بتبتدي الاكتيفيشن لكن نوت فولي موبايل، لسه عايز اكتيفيشن كمان، لكن بدا يأكواير البروجريسيف موتيليتي، بدا يبقى فيه موتيليتي، محتاج تشجيع زياده، محتاج اكتيفيشن زياده. هندخل على الفيميل تراك، يبقى ده الدور الاولاني بتاع الابيديرمس. طيب رول اوف فيميل ريبرودكتيف تراكت ان سبيرم كاباسيتيشن اور سبيرم ماتوريشن. الكات سبيرز بروتين اللي لسه متكلمين عنه اللي موجود في البرنسبال بيس اوف سبيرم تيل، بيحصل ايه؟ يبقى الكات سبيرز فورم ان الكالاين سنسيتيف كالسيوم شانل that becomes more active as the sperm goes from the acidic vagina اللي هي ال pH بتاعتها تقريبا 5 to the alkaline cervical mucus اللي هي ال pH بتاعتها 8. ساعة ما يحصل ejaculation ويتحرك السمن في الفاجينا، يبدأ يتحرك السبيرم من الفاجينا اللي هي acidic في اتجاه cervical mucus اللي هو alkaline، بلاقي الكات سبيرز دهوت اللي فيه الكالاين سنسيتيف كالسيوم شانل بيحصل لها اكتيفيشن. طيب this further activation by female reproductive tract لانها اكتيفيتد قبل كده في الابيديدمس، بس كانت بدايه الاكتيفيشن. الاكتيفيشن ده هيقلو كالسيوم تو انتر، يعني يحصل كالسيوم انفلكس اند ديفلوبس فلاجيلر موفمنت اوف ذا ايه اوف ذا سبيرم تيل. يبقى بيبتدي الاكتيفيشن بتاع الكات سبيرز بروتين في البرنسبال بيس اوف ذا سبيرم تيل فين؟ في الابيديدمس، ويكتمل ويزيد اكتر فين؟ في الفيميل ريبرودكتيف تراكت. فين مينلي؟ في عند السيرفيكال ميوكس اللي هو الكالاين، لان في الكات سبيرز دوت الكالاين سنسيتيف كالسيوم ايه؟ اتشال. يبقى ده الدور الاولاني بتاع الفيميل ريبرودكتيف تراكت. طب الدور التاني مهم قوي النقطه دي. دايما نسال نفسنا، كانت العلماء بيسالوا نفسهم سؤال زمان، يقولوا ليه السبيرم بيتحرك في اتجاه الفالوبيان تيوب؟ انا عارف ان سايت اوف فيرتلايزيشن بيتم في الوايد بارت اوف ذا فالوبيان تيوب اللي انا بقول عليه الامبولا اوف ذا فالوبيان تيوب. طب ليه السبيرم بيتحرك في الاتجاه ده؟ في الاتجاه يعني اكنه رايح ناحيه الاوفري. قال لك خلي بالك، لان السبرماتوزوا او سبيرم اكسبريس اولفاكتوري ريسبتورز، مستقبلات خاصه بعمليه الشم اولفاكتوري ريسبتورز، اند ذا اوفرز برودوس اودورنت لايك مولكيولز، يعني الاوفرز بتطلع مولكيولز تقدر تعمل ستيميوليشن للريسبتورز بتاعه الاولفاكتوري ريسبتور اللي موجوده على السبرماتوزوا، يعني هتسحب هتشد السبرماتوزوا في اتجاهها. The evidences indicate that these molecules and their receptors interact, increasing the movement of the spermatozoa toward the ovary. عملية الكيموتاكسس. يبقى الاوفر هي attract السبرم في اتجاه، فهنلاقي السبرم يتحرك في رحلة طويلة في اتجاه الوان اوفر، يعني هيمشي من الفاجينا سيرفكس يوترس فالوبيان تيوب عشان عايز يوصل لحد الامبولا اوف فالوبيان تيوب عشان ايه؟ سايت اوف فيرتلايزيشن. طيب ده الدور الثاني بتاع الفيميل ريبرودكتيف تراكت. طيب بعد كده وانس ايجاكيوليتد ان ذا فيميل ريبرودكتيف تراكت ذا سبرماتوزوا موف اب ذا يوترس تو ذا اسمس اوف ذا يوتراين تيوب، وصلنا للنارو بارت اوف ذا فالوبيان تيوب وير ذي سلو داون اند اندر جو مور كاباسيتيشن. يعني في الاسمس كده بيحصل مور كاباسيتيشن. This further maturation process involves two components. بيزيد الموتيليتي اوف ذا سبرماتوزوا، وبيحصل فاسيليتيشن للبريباريشن اوف اكروزوم رياكشن. لان بعض المراجع بتقول ايه؟ ان حوالين الهيد كميه من الكوليسترول بتغطي الهيد وبتمنع الاكروزوم رياكشن. فعلى امتداد الفيميل تراكت بالذات عند النارو بارت اوف ذا فالوبيان تيوب اللي هو الازمس اوف ذا فالوبيان تيوب بيحصل ريموفال للكوليسترول ده، فبيبقى سهل عمليه الاكروسوم رياكشن، يبقى سهلت عمليه الماتوريشن. انا قلت الماتوريشن
او الكباسيتيشن معناها ان انا عايز ايه اخلي السبيرم او السبرماتوزوا هاز ابيليتي تو بنتريت اند فيرتلايز اوفر. طيب ايه هو بقى الاكروزوم رياكشن عشان افهم بقى ايه ان بقى فعلا السبيرم ماتير اناف او كباسيتيتد اناف ولا لا. الاكروزوم رياكشن ديفينيش it is the reaction that occurs in the acrosome of the sperm as it approaches the egg او الاوفم يعني. طب لو بصيت على السبيرم تاني ده بيتكون من هيد السبيرم ماتير السبيرم كان من هيد ميدل بيس برنسبل بيس و اند بيس يعني بيتكون من هيد ميدل بيس و برنسبل بيس و اند بيس زي ما هو واضح في الصوره اللي عندي. طب الهيد هلاقي فيه عندي نيوكليوس هلاقي فيه اكروزوم ده عامل لك حاجه اسمها اكروزوم الكاب. طيب ايه اللي هيحصل؟ الميكانيزم في اكروزوم رياكشن يبقى الاكروزوم اللي هو الاكروزوم رياكشن رياكشن بيحصل امتى؟ بيحصل فين؟ بيحصل في الاكروزوم اوف ذا سبيرم. امتى؟ لما يقرب من مين؟ من الاوفر او الاك. يبقى اكروزوم رياكشن او اكروزوم رياكشن رياكشن ذات اوكيرز ان ذا اكروزوم وين ذا سبيرم ابروتشز ايه بيوصل لمين؟ للاوفر او للاك. الميكانيزم ذا اكروزوم زي ما لسه قايل از اي كاب لايك ستراكشر اوفر ذا انتيريور هاف اوف ذا سبيرم سيت اهي ادي السبيرم سيل اهد الانتيريور هاف الاقي فيه اكروزوم الكاب او اكروزوم كاب. As the sperm approaches the zona pellucida of the egg, which is necessary for initiating the acrosome reaction, the membrane surrounding the acrosome fuses with the plasma membrane of the sperm's head, exposing the contents of the acrosome. يعني ايه؟ ابص على الصورة دي. الأكروزوم surrounded by membrane. وأنا عندي الممبرane بتاع الهيد أهو بتاع السبيرم. اما يقرب هذا الماتيور سبيرم من البلوسيدا اللي بتحيط الاوفن هيحصل ايه؟ ان الممبرين اللي حوالين الاكروزوم ده هيلحم في مين؟ في يوزس ويز ايه؟ ويز ممبرين اوف ذا هيد اوف ذا سبيرم. ويحصل جزء من الممبرين قدام هنا اهوت يحصل ايه؟ كات داون يعني اتقطع حته صغيره كده عشان يعمل ريليز ل الاكروزوم الكونتنت علشان تسهل عمليه الايه البنتريشن بتاع مين؟ الزونا بيلوسيتا ده اقول عليه اكروزوم الرياكشن. The contents of the اكروزوم include ايه؟ surface antigen necessary for binding to the egg cell membrane and numerous enzymes which are responsible for breaking through the egg's tough coating and allow fertilization to occur. عشان افهم الاكروزوم الرياكشن ابص على الصوره اللي قدامي دي. ادي الصوره الاولانيه هلاقي ادي الاوفم اهيت محاطه بالزونا بيلوسيدا وحواليها في جرانيولوزا سيل عامله لي حاجه اسمها كورونا رادياتا. وديت هاندردز اوف سبيرمز تراي تو بنتريت this corona radiata. يبقى hundreds of sperms attached to corona radiata begin to break through the barrier of granulosa cell and approach zona pellucida. تحاول توصل للزونا بيلوسيدا اللي هي بتكفر مين؟ اللي هي بتكفر الاوفا. طيب الخطوه الثانيه contact with zona pellucida triggers acrosome reaction. يبقى ده acrosome reaction عشان يتم لازم يحصل ايه؟ contact with the zona pellucida. يبقى السبيرم هيد يبدا يبقى ان كونتاكت ابروتش the zona pellucida هيؤدي causing the sperm to secrete digestive enzymes that break down the glycoprotein membrane of the zona pellucida and help to expose the oocytes plasma membrane. يعني وانس ان حصل بنتريشن لهذه الكورونا رادياتا وجرانيولوزا سيل بسبير وصل للزونا بيلوسيدا حصل ريليز للاكروزوم حصل اكروزوم الرياكشن وريليز الاكروزوم الكونتنت يبدا الانزيمز اللي موجوده فيه تعمل بنتريشن لمين؟ للزونا بيلوسيدا علشان يبقى في اكسبوجر لمين؟
للمندرين بتاع الاوفر. الخطوه اللي بقى كذا واضح الصوره اهو، دي الستبس بتاع البنتريشن اهي لحد ما وصلنا اهو ل ريليز اوف اكروزومال كونتنت. يبقى سنجل سبيرم سكسيدز ان بورونج، انه يفحر ثرو ذا كورونا رادياتا اند زونا بيلوسيدا زي ما واضح، اند ميتنج كونتاكت وذ اوسايتس بلازما ميمبرين. The sperms plasma membrane fuses with that of the oocyte and the sperm releases its nucleus into the cytoplasm of the oocyte. يعني ما هو واضح اهو، هيحصل بقى sperm nucleus يحصل لها release في اتجاه مين؟ في اتجاه الاوف. ديت عمليه الايه اللي انا بقول عليها الاكروزوم رياكشن. يبقى انا النهارده اتكلمت على السبيرم كاباسيتيشن او السبيرم ماتوريشن. ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.